يمكن حضرتك يعني دايما في المقالات اللي بتكتبيها بتتكلمي عن اهميه الوعي واهميه الاستثمار في البشر وان ده مهم جدا وانه مش هيحصل ابدا تنميه اجتماعيه ولا تنميه اقتصاديه دون ان احنا نهتم بالناس وبالاخص مع انتشار بعض العادات والتقاليد السيئه جدا اللي بتسيء لينا كلنا بشكل عام. كلميني عن المبادره عن اهميتها وزي ما قلت لحضرتك يعني يمكن في مقالاتك اقترحتي هذه المبادره والحمد لله يعني تم الاخذ بها. بصي طبعا الدوله بتقوم اولا صباح الخير لكل المصريين وانا بعزي نفسي وبعزي كل المصريين في وفاه الرئيس الاسبق مبارك تغمده الله بواسع رحمته. عايزة أقول لحضرتك أن أي بناء للدولة وأي حضارة مش ممكن تتم إلا من خلال البشر لأن البشر يسبق الحجر. وبالتالي أنا من 2014 دايما بقول عن المبادرات في المقالات بتاعتي على السوشيال ميديا أن لابد من الاهتمام ببناء الإنسان. الحقيقة تم الاستجابة من وزارة التضامن الاجتماعي لهذا النداء وابتدوا يعملوا مبادرة وعي. مبادرة وعي دي مهمة جدا لأن اللي هيحافظ لك على الشجر والحجر والحضارة والبناء هو الإنسان. يعني أنت ممكن تبني صرح كبير جدا، ممكن تعملي حاجة كويسة جدا، لكن ممكن هو اللي يخربها. وبالتالي أنت لازم توعي الإنسان. الوعي بنقسم علميا لثلاث حاجات: معرفة، وجدان وقيم، ثم سلوك. انت علشان تحركي السلوك ده للسلوك السليم لازم تدي لا معرفه وجدان وقيم وسلوك. الوجدان بينقسم لقيم واتجاهات وسلوك، هو ثلاث حاجات: معرفه ثم قيم واتجاهات. ده البند الوجداني، البند السلوكي. يعني لما اقول لك مثلا حافظي على الاثار بديكي معلومه ليه الاثار دي مهمه، انها تراث انساني ليكي كمصريه وده بيميزك عن باقي الناس وده بيثبت ان انت شعب ذو حضاره. فانت اتجاهك بتقولي لا فعلا انا متميزه عن الغير، فبتعملي ايه؟ بتحافظي على الاثار. فهنا انت بتشكلي الوعي لازم من خلال المعلومه. عشان كده بنقول تشكيل الوعي. فتشكيل الوعي ده لازم الاول ادي معلومه صحيحه، اصحح المفاهيم الخاطئه. يعني ما فيش حاجه اسمها ان الاثار ملهاش ملك، يعني ملك للناس كلها. ما ينفعش، هي ملك للناس كلها فعلا، بس لازم تحافظ عليها، ما تبيعهاش، ما تذاكرش فيها، ما تقعدش تخربش عليها وتكتب عليها، ما يصحش. ما يصحش طبعا. ما يصحش، حتى العمله الورقيه، حتى العمله الورقيه بتاعتك، النقود بتاعتك لازم تحافظي عليها، يعني الكتابه عليها واحمد بيحب منى والكلام اللي بنكتبه وسهم ومش عارفه ايه ومولود سعيد والكلام ده، على فكره دي من ضمن الوعي ان انت لا تلوثي العمره الورقيه بتاعتك. احترام العلم بتاعك ده برضو وعي ان انت عارفه ان ده رمز الدوله، احترام القاده ده وعي. الثقافه القانونيه ان انا انفذ القانون واحافظ على تنفيذ القانون، وعي باشارات المرور واحترامها، ومش بس كده كمان، مش عشان بنفذ القانون بس، عشان بحافظ على حياتي. ده كل وعي. الوعي ان انا ما اخربش في اي حاجه الدوله بتعملها، ما اقطعش كرسي الباص اللي انا راكبه، ما بوظش السينما.